19 من مارس يوم خالد في تاريخ الشعب المصري، يوم لا ينسى، يوم استرداد طابة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم، يوم رفع الرئيس حسني مبارك علم مصر خفاقا عاليا فوق أرض طابة معلنا للعالم أجمع استرداد آخر نقطة حدود مصرية واستكمال سيادة الكلية لمصر على سيناء. ارتفع علم مصر على ارض صاب، ولن ينتكس علم مصر ابدا، سوف يظل علم مصر شامخا خفافا على بركة الله. ملحمة طابة من الاحداث الهامة التي فرضت نفسها على الوجدان الوطني المصري، بل على الوجدان القومي العربي. فبالرغم من أن طابة قطعة صغيرة من الأرض لا تتجاوز مساحتها 1020 مترا، إلا أن مصر كانت ترى دائما ولا تزال أن أرض الوطن لا تقبل التجزئة، وأن كل حبة رمل في منطقة طابة تمثل مصر كلها لأنها جزء من ترابها. فطابة هي رمز للسيادة المصرية. لقد سلكت مصر في سبيل استرداد طابة طريقا طويلا مجهدا، وجاء أول إعلان رسمي عن مشكلة طابة في مارس من عام 82، أي قبل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة العسكرية المشتركة المشكلة لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، أعلن أن هناك خلافا جذريا بين مصر وإسرائيل حول بعض نقاط الحدود المصرية، خاصة العلامة 91. وأثير النزاع مرة أخرى حول طابة عند تنفيذ المرحلة الأخيرة للانسحاب الإسرائيلي من سيناء في 25 من أبريل عام 82. وحرصا من القيادة المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء في موعده المحدد، اتفق الجانبان المصري والإسرائيلي حينئذ على حل القضية من خلال قواعد القانون الدولي، ونص الاتفاق بين الجانبين على عدم قيام إسرائيل ببناء أي إنشاءات جديدة في المنطقة، وذلك لحين فض النزاع. وبالرغم من ذلك، فقد قامت إسرائيل بافتتاح فندق سونستا في طابة في 15 من نوفمبر من عام 82، بعد أن كانت قد أعلنت بناء قرية سياحية أطلق عليها اسم صاحبها راني نيلسون، كما قامت ببعض الإجراءات الشكلية التي تمثل شكلا من أشكال السيادة الإسرائيلية على المنطقة. وخاضت مصر صراعا دوليا مريرا نتيجة للخلافات التي أثرتها إسرائيل حول علامات الحدود. وبعد أن تم استنفاذ أسلوب المفاوضات كواحد من وسائل تسوية النزاع تنفيذا لمعاهدة السلام، أبلغت مصر إسرائيل إصرارها على ضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاع، لكن إسرائيل ماطلت في قبول التحكيم، ودخلت مصر في سلسلة من المفاوضات المطولة مع الجانب الإسرائيلي. وتمسكت مصر بالتحكيم، ولم توافق إسرائيل عليه إلا بعد 45 شهرا، أي في 13 من مايو من عام 86، حينما وقعت إسرائيل على مشارطة التحكيم استجابة لوجهة النظر المصرية. ومن ثم انتقلت المفاوضات بين الجانبين، والتي جرت بالتناوب في كل من مصر وإسرائيل، إلى طور جديد من أطوارها، وهو محاولة صياغة مشارطة التحكيم
والاتفاق على تفصيلاتها. رغم من أهمية البعد الوطني والقومي لقضية طابة، أصدرت القيادة السياسية قراراً بتشكيل الهيئة القومية العليا لطابة. وقدمت هذه اللجنة أبرز الكفاءات الوطنية في التاريخ والجغرافيا والقانون، وكان تشكيلها ظاهرة حضارية في تاريخ الدبلوماسية المصرية، حيث أخذت على عاتقها إدارة الصراع في هذه القضية من الألف إلى الياء، مسترشدة بتوجيهات الرئيس مبارك. وبعد عامين كاملين من بداية الجلسات، وفي 29 من سبتمبر من عام 88، كان العالم أجمع على موعد لمشاهدة الفصل الأخير من ملف قضية طابة. وفي جلسة تاريخية وفي قاعة البرلمان بجنيف، أعلن القاضي السويدي جونار لاجرغرين رئيس هيئة التحكيم الدولي، أعلن الحكم الذي صدر بأغلبية 4 أعضاء ومعارضة عضو واحد هو ممثل إسرائيل. جاءت نتيجة التحكيم مؤيدة للحق المصري في طابة، وتضمن منطوق الحكم أن وادي طابة بأكمله وبما عليه من إنشاءات سياحية ومدنية أرض مصرية خالصة. وأنا في إدراك عميق للمسؤولية الوطنية وكفاءة عالية في أدوات إثبات الحق وتمسك قوي بعدالة الموقف. ونحن نحتفل اليوم باكتمال بناء السلام على أرضنا. إن السلام العالمي لن يكون أبدا هو الهدف المستحيل. إن أسلحة السلام هي إرادة خالصة بالإيمان والتصميم، وهي جهود تتضافر بالتفهم والصبر والحكمة. ولقد أثبتت مصر وأثبت شعب مصر أن الإنسان القادر على الحرب هو الإنسان القادر أيضا على صنع السلام. فسلام على طابة يوم طيب الله بها ثرى مصر، ويوم عادت تتألق فوق جيب سيناء، وما بقيت في الوجدان المصري والعربي رمزا للثبات في الدفاع عن الحق وعدم التفريط في حبة رمل من تراب الوطن الطاهر. I think there will never be any compromise on land at all. But for negotiations, we are ready for negotiations. We didn't just skip the negotiations from our mind. We are ready for negotiations to return back our territory. But negotiations mean one side gives a little of this, the other side gives a little of that. Taba is our territory. It has been occupied in 1956. You remember that during this aggression. And it was returned back to us. Then after the 1967 war aggression, it was occupied again. Why not we return it back again? For what I'm going to give instead. Could there be something the Israelis could give you in exchange for Taba, some concession that you want? Can you make an exchange of one of your children? Could you do it? Thank you. Thank you.